ضيفة الفقرة التانية عاشقة للفن منذ طفولتها، وأشاد بها كثير من المخرجين و يعني القائمين على الأعمال وإنتاج الأعمال الفنية، وهي اعتزلت الفن وكان معروض عليها إن هي تقوم بدور في فيلم مع النجم العالمي عمر الشريف، وكان هذا الفيلم اسمه أعتقد المسافر، وقامت بالعديد من الأعمال في مسلسلات كثيرة، منها رجل وست ستات، وأيضا قضية نسب، ومسلسل العائد، وأبو ضحكة جنان، والعديد من الأفلام مثل عمر وسلمى، ومجانين نصكم، والرئيس عمر حرب، والعديد من الأعمال الفنية والمسرحية. ثم اعتزلت الفن وهي في قمة أو في قمة يعني توهج موهبتها، في قمة إن هي وصلت يعني لإنها بقت تخش في أدوار ومطلوبة في أدوار مع نجوم عالميين مثل عمر الشريف. نجمتنا هي رودينا فهمي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا اسلام، تسلمي. اهلا بحضرتك. نورتينا يا جميله. نورك يا مروه، تسلمي لي. ازاي حضرتك يعني وانت وصلت ان بقيتي مطلوبه في اعمال مع ممثلين عالميين ونجوم عالميين امثال عمر الشريف، فازاي حضرتك جات لك الفكره انك تعتزلي بعد ما وصلت لهذه المكانه؟ بص، الحمد لله، هو طبعا انا قدمت حاجات كتير قوي في الوسط الفني وفي الفيديو بالذات كتير، بس الحمد لله يعني جيت ان انا وقفت، ده توفيق من عند ربنا الاول ان انا عملت عمره واعتزلت، ولكن شغلي وداني ان انا كنت مطلوبه، يعني انا اعتزلت في حوالي مثلا من 7 سنين مثلا، فاللي هو في عز الشباب وعز الوقت بتاعي اللي هو يعني سني صغير. طيب، فدي كانت توفيق من عند ربنا يعني. طيب، الناس كلها يعني عايزه تعرف يعني نجم زي عمر الشريف اي حد يتمنى يقف قدامه، انت ليه رفضتي ان تقفي قدامه؟ لان كان اللبس بتاع الدور بتاعي مش مناسب خالص معايا. طيب، في حاجه تانية برضو الناس عايز تعرفها، ايه موضوع الحسد معاكي؟ يعني تقريبا تعرضتي للموت اكتر من 5 مرات، احكي لنا بقى ايه اللي حصل. ده كان وقتها كمان ايام التمثيل، لكن بعد كده طبعا الموضوع زاد معايا جدا. ايه اللي حصل؟ طيب احكي. لا، ما فيش، عربيه اتقلبت بيا 7 قلبات على طريق السويس انا وجوزي، و غرقت. يعني كانت قصه كده، قصص كتير قوي. بصي، هو انا نجمي خفيف وانا بخاف جدا، يعني طبعا الحسد مذكور في القران، انا بخاف جدا من الحسد يعني، بس بحاول ان انا ما احطوش في دماغي. يعني هو ده كان بسبب الحسد؟ لا، يعني بصي، هو اللي حصل برضو البنوتي ان برضو بنتي اتحسدت، فحصل لها بقى الحادثه بتاعتها، فالحمد لله يعني احنا منظورين دايما، وده الحمد لله افتكار من ربنا، دي حاجه كويسه يعني. دايما حصاني نفسك وبيتك بالاثار. ده اساسي، انا بعمل كده فعلا. ما هو انت تعملي اللي عليكي، ودي حاجه بتاعت ربنا يعني، الحمد لله على كل شيء. طيب، ازاي حضرتك غيرتي كارير وغيرتي المهنه وبعدين اشتغلتي بعربيه بتبيعي بضائع متنقله بالسياره، وكانت مشهوره قوي بسياره عربيه رودي المتنقله. ويعني حضرتك بعد يعني انك وصلتي للنجوميه وانك بقيتي نجمه لامعه في الشاشات سواء السينما او التلفزيون، وبعدين تسيبي كل النجوميه وعالم الفن والشهره وبعدين تنزلي للاعمال البسيطه اللي بيشتغلها الشباب وتنجحي فيها، فايه اللي خلاكي غيرتي مسار حياتك بهذا الشكل؟ بصي يا اسلام، هو انا لما اتحجبت صعب قوي ان انت تشتغل بالحجاب، او يعني الموضوع بيبقى بالنسبه لك مفتوح اكتر لو قلعت الحجاب، فالدنيا كلها وقفت معايا كله. بصي، هتقلعي الحجاب هتنزلي معايا بطوله، يعني مخرجين كبيره بدون
بدون اسماء يعني، هتقلعي الحجاب النهارده بكره هتبقى معايا بطوله. بس احنا بنشوف نجمات محجبات امثال خلاص هم اوريدي عدوا، هم اصلا بطوله، الموضوع مختلف يعني. مثلا زي الفنانه الكبيره حنان ترك، هي اوريدي مثلت بالحجاب بس علشان خاطر هي اصلا نجمه شباك يعني، او هي نجمه مسلسل. ما حضرتك كنت وصلت نجمه شباك؟ لا مش للدرجه يعني. كنت سليمه قبل الاخيره يعني. بدليل كان مطلوبه في المشاركه مع الفنان الكبير والنجم العالمي عمر الشريف في فيلم. انا اشتغلت في مسلسلات كتير جدا جدا، واشتغلت قبلها كمان مسرح يعني، انا اصلا في 30 مسرحيه يعني. في اساسي الاساس بتاعي مسرح، وبعد كده طلعت فيديو، وقبل ما اطلع فيديو برضو كان اعلانات وحاجات كده في اللذيذ يعني. يعني دي حاجه ربانيه مثلا اللي خلتك اقلعت عن التمثيل؟ لا، اللي خلاني اقلعت عن التمثيل هي كانت عمره، جات لي عمره كده يعني بص من عند ربنا، وكانت بمعجزه، ما كانش هينفع اطلعها بالطول بالعرض، مش هينفع ان انا اطلعها، بس ربنا هو اراد ان انا اطلعها. وانا كنت متخيله ان انا هطلع وارجع امثل، انا كنت اوريدي بعمل فيلم وكنت بعمل مسرحيه اسمها عفريت بابا، ومفروض ان انا رايحه وهرجع هكملهم. ممكن يكون عفريت بابا ده هو اللي حول مسار بس الموضوع تماماً. انا رجعت يعني، رحت العمره واحده، رجعت واحده تانية خالص سبحان الله يعني، ورجعت بقى خلاص يعني، قلت لا خلاص هعتزل نهائيا. وطبعا لما حصل كده مفيش شغل، ومفيش كل حاجه اتقفلت معاك، وربنا محطني في امتحان جامد جدا جدا وشديد قوي قوي قوي، ان يقفل لك كل حاجه ويفتح لك ابواب الشهره والفلوس والحاجات دي، علشان يشوف انت هتقدر تعمل ده ولا هترجع. فانا يعني صمدت الحمد لله قوي بعد ما اتعثرت عليا جدا جدا، والحمد لله فكرت في موضوع عربيه رودي المتنقله، مشروع صغنن بعربيتي بداته من 7 سنين ب 900 جنيه مبلغ بسيط جدا، وده اللي انا بقوله لغايه دلوقتي، بقول يا جماعه ما فيش حاجه اسمها انت شاب، انت راجل، انت ما ممكن مدام. شهره حضرتك ساعدتك ان خالص انت تنجحي نهائيا. انا بعد الحجاب ما كانش حد يعرفني اصلا يعني، ما كانوش يعرفوا ان انت رودينا فهمي خالص؟ لا 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 خالص، اصلا اولا انا تخنت 50 كيلو بعد الولاده، ف اللي هو يعني مستحيل تكون دي رودينا فاهمني، فلا خالص دي اتقفلت نهائيا، وفتح لي ربنا بقى باب حاجه تانية خالص، اللي هو ايه، الناس بقت تنزل تتصور معايا لمجرد ان انا ست ب 100 راجل، هما مش بيتصوروا معايا عشان خاطر انا ممثله، ولا يعرفوني، ولا يعرفوا ان انا رودي بتاعت عمر وسلمى بتاعت سباع، ولا اي حاجه خالص من الكلام ده، هما بيتصوروا معايا افتخارا. وقفت في قلب السوق في وسط الناس، انا كنت بنزل المهندسين، ميت نصر، الهرم، مدينه الشروق، كنت بنزل في اماكن كتير جدا يعني. طب كويس، الشباب دلوقتي كلهم يعني المفروض يحذوا حذوك انت كقدوه لهم، انك بالرغم من انك وصلت للنجوميه وللشهره وللمال ايضا يعني، الشهره بتجيب المال، والجرايد كتبت كمان رودينا، والجرايد والنقاد والدنيا، وفي الاخر تسيبي كل ده وتنزلي بعربيه السوق تشتغلي كشباب البساط وتبداي ب 900 جنيه. ومش بس كده حضرتك، انت ناويه تعملي ايه تاني؟ ده انت سبت العربيه والدنيا ونقلت مجال اخر نجحت فيه ايضا، وهو مجال التجميل والبشرة. هي العربيه مسيرها، مسير العربية ان انا فتحت الحمد لله دلوقتي عندي 3 فروع ملابس واكسسوارات وميك اب وكل حاجة، ببيع كل الميك اب الاوريجينال، فالحمد لله من العربية ال 900 جنيه انت عملت حاجة الحمد لله ربنا وفقك فيها جدا جدا، وربنا عوضك الحمد لله عن ده. طب سؤال بيطرأ يعني لذهن كل السادة المشاهدين دلوقتي، معقولة رودينا فهمي اللي عملت العديد من الاعمال وكانت مطلوبه مع النجم العالمي عمر الشريف ما معاش غير 900 جنيه بس تبدا بيهم؟ طبعا طبعا، لان انا كان معايا عربيه من التمثيل، من فلوس تمثيل. تمام. اولا الشهره دي مش حاجه سهله، انت الـ 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 مهما كنت بتقبض بالكام الف، او مثلا نفترض ان انت بتقبض اكتر او كده، كل الحاجات دي بتتصرف على لبس وماكير ولبيسه كوافير ومساعده، انت بتصرف اكتر ما بتاخد بالزبط. فانت مفيش حاجه اسمها اللي هو انت ازاي، ما هو معلش في ممثلين كتير وفنانين كتير من قدام ماتوا معهمش ولا مليم ومعهمش يتعالجوا يعني، ربنا بيدي البرد على قد الغطا بالظبط. طب خلينا، هي بس رودينا فهمي هي مش بس ممثله معتزله، ولكن هي خبيره تجميل شاطره جدا في مجالها.
حابه يعني حابه تدي عايزه يعني للبنات او السيدات اللي بتتفرج علينا دلوقتي نصيحه ازاي يحافظوا على بشرتهم وازاي يخلوها دايما نضره وصافيه ما فيهاش مثلا رؤوس سوداء او حاجات كده، تحبي تنصحيهم قبل بايه؟ ما تجاوب السؤال ده، العربيه راحت فين؟ أني عربيه العربيه اللي معايا لغايه دلوقتي على مش ناويه تبيعيها؟ مش ناويه يبيعها؟ انا بعتها لبابا من كام يوم بس قلت له مش هطلعها بره برضو، يعني مش هطلعها ان انا ابيعها بره. يعني انا بالنسبه لي حاسه ان العربيه دي عارف حتى اللي هو انا نفسي اعمل حاجه كبيره، وحتى لو فتحت بيوتي صالون كبير او اكاديمي لتعليم الميك اب ده اللي ناويه اعمله، لا العربيه دي هتتحط كديكور كده اللي هو يعني الناس تيجي تصور جنبها لان بالنسبه لي عزيز عليا جدا جدا. في متصلين كانوا بيسالوا على العربيه بما انها وش السعد عليك ب 900 جنيه بس، عشان كده سالت حضرتك. لا عشان كده يعني محتفظه بيها بصراحه. طب خلينا نجاوب على السؤال، ايه النصايح اللي بتحبي تديها؟ بصي يا جميله، احنا اولا لازم علشان تكون بشرتك خاليه من اي عيوب ولا اي بصور ولا رؤوس سوداء ولا اي حاجه، لازم من البدايه تعملي روتين. احنا عندنا ثلاث انواع روتين: روتين يومي، روتين اسبوعي، روتين شهري. الروتين اليومي اللي احنا بنغسل وشنا بغسول خاص بنوع بشرتنا، لازم نغسل بغسول خاص بنوع بشرتنا. انا بشرتي دهنيه يبقى هستخدم نوع للبشره الدهنيه، بشرتي جافه يبقى هستخدم غسول خاص بنوع البشره الجافه. ما ينفعش، في ناس كتير بتقع في مشاكل ان هي تروح الصيدليه تختار كده اي غسول وانا عايزه اشتري. طيب ده ازاي نوع بشرتك؟ هقول لك بعدها. يبقى احنا هنغسل الاول بغسول خاص بنوع بشرتنا. رقم 2، هتقفلي المسام بتونر. اوكي، اي تونر، في ماركات كتير للتونر. طب ايه الفرق ما بين التونر وميه الورد؟ الميه الورد بتقفل المسام لمده 3 ساعات فقط، اما التونر بيقفل المسام لغايه 9 ساعات و10 ساعات، زائد كمان ان هو ليه حاجات تانية، هو بيشد الوش، بيقلل نسبة ظهور التجاعيد والخطوط، يعني هو ليه مميزات جامدة. طب في حاجة اسمها ميسلير ووتر، هي زي التونر كده استخدامها نفس الاستخدام؟ ادي الغسول التونر. بعد كده لازم نحط مرطب خاص، وانا بتك على خاص بنوع بشرتنا، علشان في ناس بتجيب نيفيا، بتجيب مش عارفه منتجات اي حاجه وتروح حطاها وهي مش عارفه اذا جت هي بشرتها دهنيه ولا لا. لو احنا استخدمنا الغسول غلط، مش خاص بنوع بشرتي، المرطب غلط، هيعمل اصلا بثور وهيعمل حبوب تحت الجلد. طب بالنسبه بقى للرؤوس السوداء، ما هي نفس الكلام، احنا اصلا لو ما قفلناش بتونر وغسلنا وشنا، الناس كتير بتغسل وشها وتخرج عشان كده ما بتقفلش بتونر. انت عارفه يعني ايه المسام مفتوحه ونزلت في الشارع، في اتربه، في شمس، في عرق، في هيحصل لك مشاكل كبيره جدا. هيعمل كل دوت، هيعمل بكتيريا نشطه، البكتيريا دي هي اللي بتعمل الرؤوس السوداء، وهي اللي بتعمل الحبوب، وهي اللي بتعمل الحاجات دي كلها. فانت في غنى عن كل ده ان انت تعملي الروتين اليومي اللي هو غسول، تونر، مرطب. وبعدين عايزه تحطي، لو هتحطي سان بلوك يبقى قبل المرطب، يبقى ثالث حاجه اللي هو السان بلوك، وبعد كده المرطب، بعد كده تحطي برايمر علشان تقفلي بيه المسام كمان، وان هو يعمل عازل ما بينه وما بين اي اتربه ثانيه. ده الروتين اليومي. البرايمر ده بميك اب او من غير ميك اب لازم بالزبط تحطه؟ بالظبط بالظبط. كل ده في كريم البرايمر ده لازم قبل الميك اب؟ لا، هو في كذا نوع برايمر، يعني في برايمر بيسد المسام، وفي برايمر بيقفل المسام، وفي برايمر ان انت تنزلي بيه يوميا. فعشان الناس برضو ايه ما تستخدمش حاجه غلط. اما روتين الاسبوعي، ان انا لازم استخدم سكراب واعمل ماسكات مره او مرتين في الاسبوع. يبقى انا كده بشيل الجلد الميت وبجدد بشرتي وبعمل حيويه لبشرتي، تمام. اما الروتين الشهري اللي هو اخيرا، الروتين الشهري ده اللي هو جلسه تنظيم البشره. الصوره كده قبل اللي حضرتك بتشرحيه، اشرحي لنا على الشاشه. هنا هو الصوره هنا، دي هي عندها، هي موديل عندها حبوب، تمام، حبوب شباب. حبوب شباب. فطبعا انا بعد الميك اب هتيجي بعد كده الصوره اللي هي ممكن بعد. الصوره بعد من فضلك. هتيجي الصوره بعد. هي دي؟ لا، هي ما جابوا صوره ثانيه. ماشي ماشي، مش مشكله. برضو دي كان عندها تصبغات، وكان عندها هالات سوداء تحت العين، وعندها مشاكل كتير في البشره. كل ده احنا بنداري بالميك اب والكوريكتور والحاجات دي كلها. مش بنعالج، احنا بنداري. علشان في ناس تيجي تقول لي يا دكتوره
انا دلوقتي عندي حبوب اعمل ايه؟ انا مش دكتوره ولا انا مش دكتوره انا خبيره تجميل انا اداريها لكن اعالج انا ماليش طيب خالص. وقفنا عند المانثلي روتين اللي هو الروتين الشهري ايه بقى نعمله في الروتين الشهري؟ دي صوره قبل دي صوره بعد. الروتين الشهري اللي هو جلسه تنظيف بشره عميق مفروض كلنا ان احنا نعملها. حضرتك تعمليها عندك؟ بتشيل انا بعملها بتشيل بقى الحاجات دي كلها الرؤوس السوداء والحاجات واحنا بننظف من جوه. يعني الناس دايما بتبص لبره. انا عندي حبوب انا عندي رؤوس سوداء انا عندي تصبغات انا عندي طب انت بصي للي تحت الاول. يعني اهتمي باللي جوه هيظهر عليكي بره ده اهم حاجه. طب ايه اكتر سؤالين بيتسالوا لك على السوشيال ميديا او يعني حابه تجاوبيهم للناس مباشره؟ بصي انا بتسال الساعه راحت فين يا رودي. يعني بصي السؤال ده هو يعني المشهد بتاع عمر وسلمى اتنين الساعه راحت فين يا رودي ده انا يعني انا تعبت من كتر ما انا برد عليه. والسؤال الثاني الروتين بتاع البشره او الكلام ده واحنا قلناه وعايزين نعرف بقى ازاي اعرف نوع بشرتي. ده برضو بتسال عليه جامد جدا جدا ازاي اعرف نوع بشرتي. اولا انواع البشره هي اربع انواع. عندك بشره جافه بشره دهنيه بشره مختلطه بشره عاديه. البشره الجافه بتكون ليها ميزه وليها عيب. تمام. هي اولا بتكون متشققه يعني بتبقى مشدوده بتقشر بتعمل تقشير بيبان عليها التجاعيد وتقدم السن بسرعه. تمام. يعني تلاقي كده تحس ان هي العلامات بتاعتها. طيب حضرتك ممكن تعلقي للساده المشاهدين على دي الموديل الجميله سلسبيل دي قبل طبعا في زي ما انتم شايفين كده الصوره فيها مشاكل في البشره وفيها هالات سوداء بسيطه فيها تصبغات فيها ممكن حبوب او كده. والصوره بعد طبعا زي ما انتم شايفين الرجاله والعرسان بقى يركزوا عشان خاطر الرجاله قبل الرجاله عشان ما تفقدهاش. انت لما تروح تتجوز او تخطب لازم تشوف قبل. انا ناس بتكلمني كتير تقول لي رودي ايه ده يعني ايه اللي انا بشوفه انت تميه ده خدعه دي مش هينفع كده. لا ده سحر يا استاذه رودي بجد والله. تسلمي. فاحنا احنا كنا بنقول البشره الجافه بتكون بيبان عليها علامات تقدم السن. اما البشره الدهنيه بتكون اويلي وبتفرز دايما زيوت ودهون في البشره. دي عيوبها حبوب مثلا واسعه رؤوس سوداء. مميزاتها ان هي بتبان مهما تكبر ان هي بيبي فيس ما بيبانش عليها تقدم السن خالص يعني. البشره بقى المختلطه اللي هي التي زون اللي هو حرف التي اللي هي القوره والانف والدقن دي بتكون دهني. اما باقي البشره بتكون يا اما جافه يا اما عاديه. تمام. البشره الاخيره اللي هي البشره العاديه اللي هي بشره الاطفال مش دي مش موجوده. لا مفيش حاجه اسمها بشره حساسه. مفيش حاجه اسمها نوع بشره نوعه حساس. هي حالته حساسه. يعني ممكن تلاقي بشره جافه حساسه دهنيه بس حساسه مختلطه بس حساسه. لان في ناس تيجي اقول لها انت نوع بشرتك ايه تقولي حساسه. يا جماعه والله ما في بشره حساسه. هي استخدمت معاها الروتين بتاع مثلا هي جافه هي استخدمت الروتين بتاع البشره الجافه بس لقيت بتعمل لها بتبقى يعني فيها احمرار والتهاب فبتستخدم مجموعه للبشره الحساسه. تمام. ده لازم الناس تعرفها. طب جدا البشره المختلطه جداً. مثلا نتعامل معاها ازاي؟ يعني انا مش عارفه دلوقتي اجيب كلينزر. بصي البشره الجافه ليها مجموعه للبشره الجافه. اوكي. البشره الدهنيه ليها مجموعه للبشره الدهنيه. البشره المختلطه هم فاكرين ان في مجموعه خاصه بالبشره. يعني هم فاكرين كده. لا يعني ايه دهن يعني ايه مختلطه؟ يعني جافه دي دهنيه والباقي جاف. يبقى انا كده عندي بشرتين نوعين بشره. يبقى انا لازم اجيب مجموعتين. معلش يا جماعه احنا لازم هنجيب مجموعتين. هنجيب مجموعه للبشره الدهنيه هنغسل بيها المنطقه دي. طيب وهنجيب مجموعه للبشره الجافه نكمل بيها. احنا عشان وقت البرنامج احنا عايزين نشوف المودلز هتحوليهم ازاي. لا انا مش هحول النهارده انا جايه يعني جاهزه بس هنوري المشاهدين ازاي نحط الميك اب
بطريقه الاي شادو، دمج الاي شادو بطريقه سهله وبسيطه، من لوك هادي من لوك هادي للوك سواريه. اوكي ورينا بقى ازاي هتعمليها بحاجه بسيطه دي. اوكي هنخرج فاصل حضراتكم ونستقبل المودلز بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا ليكم من الفاصل تاني مع خبيره التجميل رداينا فهمي. احنا دلوقتي بس حابين نعرف ايه موضوع البروتين، ولو في بنت او ست عندها مشكله في شعرها، انت طبعا عملتي زي حمله او حاجه، ان البروتين ده حاجه ضار جدا، بعكس يعني في كوافير او في ناس كتير بتقول ان البروتين كويس عشان تستفاد يعني وتعمله كده من اجل الربح المادي، بس هو بيضر الشعر، انا عارفه كده. يعني ايه هو ايه اللي ممكن الحل لواحده عندها مشاكل في شعرها او شعرها مضايقها دلوقتي، تعمل ايه غير البروتين؟ بصي، هو طبعا كل الناس اللي بتتابعني دلوقتي وبتشوفني دلوقتي وعملت بروتين عارفه ان ده حاجه دمرت لها شعرها وبتوقع الشعر وبتقصف الشعرايه، وشعرها ما شاء الله كان طويل وتقيل، دلوقتي بقى حاجه خفيفه صغنانه كده، والشعرايه اللي بتطلع اوحش كمان من اللي قبلها، فهو ليه اضرار كبيره كبيره جدا جدا. بس الحل هو ترميم، ومش اي ترميم يعني، لان في ناس وفي دكاتره كمان بقوا يعني بقوا يتاجروا بالموضوع، ان هو تقول لك دي دي دكتوره مش هتعملي حاجه غلط، لا الدكتوره كانت بتعمل هي برضو البروتين اللي فيه الفورمالين. طب انت عندك في البيوتي صالون بتعالجي الموضوع بالظبط كده؟ انا بعد ما كنت عامله حمله ضد الحاجه البروتين عامه اكتشفت ويعني توصلت الحاجة، لان انا عندي مشكلة كبيرة جدا هي الاطفال. انا بعالج بالذات يعني، انا دخلت الموضوع ده لان انا شفت اطفال كتير، بصي في صراع ما بينها وما بين ماما كل يوم في تسليك الشعر، وان هي تحط مشط في شعرها، يعني دي تبقى مشكلة كبيرة جدا. انا مش عايزة الشعر يكون مفرود، انا مش عايزة فرد، انا عايزة شعريتي تكون كويسة اتقبلها شكلا، الاطفال بالنسبه للاطفال في المدارس ما يتنمروش على بعض ولا يبقى في مشكله، وانا كواحده كبيره تبقى شعري كويس قدام زوجي من غير مشاكل. يعني انت عندك حل تاني غير البروتين لفرد الشعر، بلس انت كمان بتعالجي مشاكل البروتين. مش فرد، هو مش بيفرد 100%، بيعالج. لا، هو بيفرد بماده فرد طبيعيه اسمها ماده الصويا، دي بتفرد حاجه طبيعيه لانها ماده طبيعيه، بيبقى الشعر زي ما انت شايفاه كده، هو الشعر طبيعي. مش التاني بقى بيبقى لمعه قوي وستريت قوي وتقليب الشعرايه تلاقيها واقفه برده يعني. اللي هو التاني ده فرد، لكن ده حاجه تانية خالص. طب خلينا سريعا كده نروح للموديل نشوف اللوك، يعني هي بخطوه واحده هتعمل من لوك هادي للوك سواري. خطوتين. خطوتين. اوكي خلينا نشوف. احنا رقم واحد هنعمل لون انتقالي. الاول احنا بنستخدم مجموعه فرش فلافي، بيكون مقاس كبير واسع، بتكون فلافي كده بتبقى هايشه كده، ومقاس وسط ومقاس اصغر. تمام. انا عايزه بس يعني انا عملت الفقره دي عشان خاطر الناس بتبقى بالنسبه لها الموضوع صعب. لا، الموضوع مش صعب. بصي هنا انا باخد هنا لون انتقالي. دلوقتي بتعملي لون الهادي؟ اللون الهادي. ده اللي هو ينفع في خروجه الصبح. اللون الانتقالي ده بيتحط فين؟ بيتحط على عظمه الحاجب العلوي، اللي هي العظمه الثابته، مش الكريز اللي هو متحرك. بالشكل ده. طب سريعا عشان بس خلاص مفيش وقت. تمام. تمام. في ناس بتحب تنزل كحاجه بس اللي هو انا ظهرت العظمه بتاعتي، فانا بنزل على كده. لو انا عايزه ان انا اظهره اكتر وعايزه احوله بقى سواريه، فانا باخد لون يكون اغمق او باين ان هو يكون اقوى، وبحطه بقى بالفرشة اللي هي في النص، بقفل بيه الجزء اللي هو الأخير ده. بالشكل ده. يبقى أنا حطيت اللون الانتقالي على العظمة، وبعد كده باخد اللون اللي هو الأتقل في آخر العين، وبدمجهم كده مع بعض. تمام. في ناس برضو بتكتفي ان هي تحط لون فاتح هنا، بس علشان خاطر وقت البرنامج فاحنا هنحط. طيب يعني احنا هنسيبك تكملي الميك اب مع التتر، واحنا نشكر حضرتك جدا، نورتينا. تسلميلي حبيبي، تسلميلي المعلومات القيمه. بنشكر نجمتنا
المبدعه حتى في مجال بتحطي حاجه جليتر صح؟ ده اللي هو مجال الميك اب والتجميل والعنايه بالبشره والشعر، وبنشكرها جدا على المعلومات التي اثرتنا بها هذه الحلقه. تسلمي يا اسلام. الله يخليك. انا سعيده بيك والله. يعني احنا سعداء جدا. بصي اللوك بقى عامل ازاي؟ جميل. جماعه يا ريت الكاميرا بس الكاميرا على العين عليها. بصوا حاجه بسيطه وسريعه، حاولنا اللوك عادي وما خدش دقيقتين، ما خدش بالظبط حاجه. شفتوا ازاي بقى حضراتكم؟ يعني في نهايه حلقتنا بنشكركم جميعا، وبنشكر نجمتنا المتالقه في جميع المجالات خمسه وخميس عليها عشان هي بتخاف من الحسد. واستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله، وان شاء الله ممكن ان شاء الله هنجيبها في حلقات قادمه. والى اللقاء في نفس الميعاد، واشكركم جميعا لطيب المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.